هاش سينما سينما دي شنطة الكارت. ياه دي ما فيهاش غير ورق أبيض، يعني الأمريكان كانوا هيلبسوكوا. ودي شنطة النهضة. لازم أعترف لكم بحاجة، مرسي ملوش دعوة بمشروع النهضة، أنا صاحب مشروع النهضة. تلاقي مكتوب عليه خيرت بس من تحت. ده بيبي؟ مش معقول. إيه اللي مش معقول يا برنس؟ النهضة مليانة بيبي. بتاعي؟ لا، مشروع النهضة بيبي خيرت الشاطر. أنت مش قلت لنا إنك عندك برنامج؟ أيوة قلت عندي برنامج بس عملت بيبي. أنا بصراحة مدمن بيبي، ومشروع النهضة كله بيعتمد على البيبي بشكل كبير. بيبي. أنا انتحرت.